بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. درس النهاردة بسيط جدا جدا جدا، هو عبارة عن الريتاتش التالت، وهو عبارة عن إصلاح للكاروسل والصور اللي فيه. ناس كتير أثناء الكورس قالوا لي إن يعني الصورة بتاعتهم فيها مشكلة، ما بتجيش في النص لأن الصورة صغيرة. طبعا أنا يعني كل المواقع اللي بشوفها دلوقتي في الويب لازم تحط صور جودة عالية وحجمها كبير جدا عشان تغطي كل الشاشات. عشان نشوف الكلام ده هعمل كنترول ناقص كده عشان تلاحظوا الصورة مش مالية الشاشة. طبعا دي شاشة كبيرة جدا، يمكن الحجم اللي انا واقف عليه ده يمكن شاشة 50 بوصة عشان تشوفها بالشكل ده مع الصورة اللي هي ال 1920. حل الموضوع ده بسيط ومش بسيط. بسيط في ان انت تقدر تخلي الصورة كلها كاملة، تاخد الايتم كله لحد الاخر عشان يكون شكلها انيق، لكن الصورة هتبكسل لان هي اصلا مش كبيرة. يعني اللي يستحسن تعمله ان انت تخلي الصورة حجمها كبير، العرض بتاعها كبير. طيب هنشوف الفيكس بتاعنا ده بيعمل ايه. يعني لاحظوا معايا، هعمل انسبكت الاليمنت الخاص بالصورة اللي هو هنا، وتعالوا نشوف دي الصورة بتاعتنا اللي هي كاروسل انر، وبعدين علامة اللي هو الدايركت تشايلد، بعدين ايتم، بعدين دايركت تشايلد ايمج، وهو عاملها ديسبلاي بلوك وماكس ويتس 100%. هو عامل الماكس ويتس 100%، يعني اعلى عرض ليها هو 100% من الديف اللي هي فيه. طيب احنا الديف بتاعنا ده انا عايزها تاخد المكان كله، يعني تبدأ ب100%، تاخد كل المكان اللي هو الكونتينر بتاعها كاملا. يعني تعالوا نيجي هنا في نفس الكلاس ده ونكتب ويتس 100%. شايفين ايه اللي حصل؟ الصورة كبرت، وطبعا العرض كبر معاه الطول، فالصورة بعد ما بقت عريضة الطول كمان وصل. مهما عملت ناقص شايفين الصورة ما زالت كبيرة، الموقع كله صغر والصورة كبيرة. طبعا ده الموضوع ده فيه مشكلة، المشكلة اللي فيه ان هو لازم صورتك تكون كبيرة عشان ما تبكسلش. يعني لو رحنا لأي صورة فيها تفاصيل واضحة وحاولنا ان احنا نكبرها بالشكل ده الصورة هتبكسل، مش هتبان ان هي جميلة. فالافضل ان انت تجيب صورة كبيرة علشان ترتاح من الموضوع ده، ويعني ما تضطرش ان انت تطلع الصور بجودة قليلة. فطبعا زي ما اتفقنا حل مشكلتنا بسيط جدا، هيكون في ملف الستايل، هننزل تحت شوية في الكارسل اللي هو ده. انا هنا في الحتة دي ده الكلاس، خلينا ناخد الكلاس اللي هو انا استخدمته اللي هو الدايركت تشايلد بتاع الايتم الخاص بالصورة اللي هي المفروض دي. تعالوا نشوفه. اللي هو ده ده الكلاس اللي احنا هنشتغل عليه، مجرد ان انا هديله ويتس 100%. كده الصورة انا ضمنت ان هي تكون فول سكرين مهما عملت. طبعا انت مش هتوصل، يعني مش هتوصل للزوم اللي هو الرهيب اللي انا عملته بالسالب ده. يعني دي شاشة حاليا 24 بوصة، يعني لو مثلا كده يعتبر مثلا 28 29، يعني ممكن اتنين تاني كمان تبقى شاشة 32 بوصة، ودي صعبة قوي ان حد يشتغل على شاشة 32 بوصة في تصميم الويب. يعني يعني انت برضو ما زلت مش محتاج صورة عملاقة، صورة برضو يعني حجمها يعني 1920 مناسب يمكن لنسبة كبيرة جدا جدا من الناس اللي هتتصفح موقعك، بس لو كانت اكتر من كده كان كويس. ولو كانت الصورة اصلا شفافة او التفاصيل بتاعتها لو انت مددتها مش يعني مش هتبكسل، هتكون برضو احسن واحسن. المهم الخلاصة ان احنا ما يكونش عندنا الصورة تطلع بالشكل اللي فات، ان يكون فيه فراغات. طيب في حل تاني ممكن نعمله بدون ما نرجع للصورة، ممكن احط كل الكاروسل ده جوه كونتينر. لما احط جوه كونتينر هيجي على قد الصفحه بتاعتي، لكن ساعتها هتواجهنا مشكله ان على اليمين والشمال هيكون في فراغات. في ناس ما بتحبش كده، في ناس تحب ان السلايدر يكون فول سكرين. حتى بنلاحظها في جميع المواقع العالميه دلوقتي، صعب تلاقي السلايدر في النص غير في مواقع معينه بتجبرك ان انت تعمل الحركه دي. فده الفيكس البسيط، ان شاء الله يكون عجبكم. وطبعا انا بشتغل على البراكتس المره دي بدل كومودو لاسباب كتير، لان في ناس عايزه يعني تشتغل على نفس المحرر ونفس كل حاجه. انا اتعمدت ان انا اغير علشان الناس تتعود ان هي تغير لحد ما يوصل للمحرر اللي هو يديله الميزات اللي هو حاببها. يعني مش شرط ان انت تشتغل على حاجه واحده طول حياتك، غير لحد ما توصل للحاجه اللي تحبها، يمكن الحاجه اللي انا احبها انت ما تحبهاش والعكس. يا رب يكون الفيكس بسيط،
واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، وشكرا.